دلوقتي قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى. اتنين أربع وخميس ثلاث أيام تهييس هتعمل فيهم عائل هنقلب لك لسليس السوبر هيرو جاي حياتك هتبقى ريس وحطي قفشك نايم هطلع لك في الكوابيس. قضى أخف من قضى. يا صباح الفل يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى فقضى أخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. أي حد مكتئب جنبيه حد مكتئب عندك مجرد كده شعور بالاكتئاب ولو بسيط الحل جالك يا معلم. كل يوم اتنين أربع وخميس ثلاث أيام تهيس نسمع فيهم مزيكا جامدة ونهيس. وأنا قلت لكم النهاردة مش جاي حارب الاكتئاب لوحدي, أنا معايا شخص من الأشخاص اللي بتحارب الاكتئاب بأشكال كتير جدا على السوشيال ميديا. انا بقول عليه من اكتر الناس اللي على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام وتويتر بيعملوا حاجات وتيك توك بيعملوا حاجات حلوه جدا فيديوهات انا بكون مبسوط بيها جدا جدا. معايا كريم احمد استديوهات شد الحبل او كريم هيب هيب او اي كان المصطلحات. منورني يا كيمو. كيفكم يا الربع, كل اخباركم باهيه؟ معايا كريم الاردن هيب هيب جدا. الو السلام عليكم. منورني حبيبي والله ربنا يخليك, ده انت اللي منور الدنيا كلها. انا من الناس اللي بتفرج على فيديوهات كتير ليك وبتساعدنا باشكال كتير نجيب ايه منين نعمل ايه نروح فين, وفي نفس الوقت بيكون المحتوى دمه خفيف ولطيف وظريف. هنتكلم حاجات كتير, هنتكلم على اسم المحتوى والمحتوى جه منين واحكي لك قصه اصلا اتفرجت عليك وبدايه كانت موجوده جيب. منين بس انا لازم ابدي اعجاب الجرافطه هو كان في مهرجان القاهره السينمائي النهارده جينا بقى بالبدله والجرافطه فاهم شفته. لا انت مش كريم, انت لا يمكن تكون كريم لسه محتفظ بالهواء يعني لابس الفرد وفرد بالظبط. بس قلت له فين الزعبوط البلبطوس اللي لونه اورنج ده راح فين, قلت هيجي لنا بيه ولا حاجه. نطلع نسمع احمد سعد وعنبه ودبل زوخ. هقول لك بس اسمع بنسخن بنسخن عشان نروح على طول في المواضيع. نطلع نسمع اغنيه ونرجع نخش في المواضيع. واي حد عايز يسال كريم اي سؤال على الفيسبوك بيج ان ار جي ايجيبت او على السوشيال ميديا كلها وكمان على رقم الرسائل بتاعنا 92100. يلا بينا نخش في الجد بقى كيمو. يلا بينا جد. البدايه انا واحد من الناس خبطت في على السوشيال ميديا تعمل ايه لو عايز تروح وسط البلد, هنعمل ايه لو انا رحت في فيديو وسط البلد ده كان اول فيديو لي انا اعرف منه كريم. انت ليك فيديوهات كتير قبل كده, انا بقى دخلت وتوغلت على البيج وعرفت حاجات كتير وده من كان من الاماكن اللي انا بحب وسط البلد. بس في انت عرفتني اماكن انا ما كنتش اعرفها ورحت وقعدت وبتاع وانبسطت. فانت ليك فيديوز كتير بس اول حاجه شدتني اسم البيج استديوهات شد الحبل, ما هذا؟ بص هو بسم الله الرحمن الرحيم كده يا اخي بالله عليك كيف تفكر. انا المفروض بقى اجي اعمل فيها عامل فيها وبتاع بس انا عايز اقول لك ان انا اول مره ليا على الراديو فانا بتلعثم وبتوتر من اللايف فلو لقيتني بعك الدنيا وبجيب العيد اغمز لي كده قول لي اي حاجه ما تقلقش في بيتها ماشي تمام. هي فكره السودات شد الحبل جت منين؟ ان انا كنت عامل راديو انا واصحابي كده بس مش لايف ما بنطلعش, لا كنا بنسجل راديو اونلاين. لا مش اونلاين, احنا كنا بنسجل بالموبايل كده ونقعد ونعمل فيها عاملين فيها بقى ان احنا في راديو بتاع واحنا قاعدين كده كنت في انا مش يعني عامل كاركتر ان انا صاحب الراديو عشان كانوا عندي في البيت فقلت لهم اهلا بيكم في استوديوهات شد الحبل يلا بس انا مش هينفع اقول كده في الراديو فهقول لك بقى الفكره جت منين كده وكده. تمام ينفع ينفع عادي ما لازم يبقى ليها بعد فلسفي يعني. ليه بالعكس دي بالعكس. بص بقى استوديوهات شد الحبل دي جت منين؟ استوديوهات اللي هو الاستوديوهات بقى دي دماغي بقى استوديو فاهم فبطلع بقى منها افكار وكده وشد الحبل دي دبل مينينج تحمل معنيين. اول معنى ان هو يعني الناس لما بتيجي تفتح الستاره فبيروحوا شدين الحبل عشان الستاره تتفتح ستاره المسرح يتفتح ماشي فهنا بقى تحس ان انت اول ما الفيديو بيبتدي كده بتلاقي استوديوهات شد الحبل فتعرف ان انت تشوف حاجه حلوه. لا انا حاسس القصه الاولانيه احلى الاولانيه احلى. طب اسمع الدبل مينينج الثانيه في ان انت تشد الحبل اللي هو قومه بتاع قاوم شد الحبل بقى لو جاي من تعب وشقه في استديوهات فيها تعب وشقه ومسرح بس ده كلام لسه مألفه دلوقتي بصراحه يا جماعه احنا هنا الحلقه النهارده. فانت الفكره جت لي انت واصحابك عاملين مع بعض راديو. لا ده اسم الـ اسم الـ اسم البيج ان هو لما قررت ان انا اعمل الموضوع ده ده الاسم جه من هنا. جه من هنا. طب بصراحة. انت الاسم جه ان انت بتلعب مع اصحابك واكيد ساعتها ما كانش لسه في بيج او في حاجه دي حقيقه. لما بدات تشتغل او تطلع محتوى قلت بقول لك يا كريم بينك وبين نفسك بقى في الاستديوهات اللي في مخك دي اللي هو انا ما ننزل ما ننزل وانا في ايه ما انا واحد بلا حلو اهو
وانزل اصور وبتاع. مين اللي شجعك؟ نزلت ازاي؟ الفكره جت منين؟ والله ما حد شجعني. كله انا كله احبط. هقول لك كله قال لي بلاش. مش احبط بس هقول لك الفكره جت منين. ان انا من وانا صغير عندي فرط حركه تمام، فانا عايز اعمل، عايز اقول لك ان انا لعبت بوكس ولعبت سكيت بورد وكان عندي راديو اونلاين. سكيت اصدق، لكن بوكس منين؟ ايه كيمو في ايه؟ انا كنت قاعد كده في امان الله فقاعد كده اللي هو قوم يلا العب بوكس. رحت جاب اربع كلابزات وديت اخويا كلابزين. ده مع نفسك؟ اداني خطفيه لسه بنقول يا هادي. بطلتها الحمد لله، بس فاهم اللي هو داني واحدة قضية. وكان عندي ويب سايت، كنت بشتغل في اي حاجة، انا عندي طاقة عايز اطلعها. بس اكتشفت يعني رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، فانا مش شاطر في حاجة. انا بعمل حاجات كتير قوي قوي قوي، بس انا مش عارف انا عايز ايه برضو بالظبط. فحسيت اللي هو ما تعمل فيديوهات، فاهم؟ فيديوهات ممكن تطلع فيها الافكار اللي في دماغك، وكمان انا بزهق بسرعه، مش هقعد اعمل نفس الحاجه. فالفيديوهات بتساعدني ان انا مش هشتغل على حاجه معينه، انا كل فيديو بفكره كده. فقلت طب والله، طب ما اعمل فيديوهات، براحتي في اللبس، براحتي في الكاركتر، براحتي في كل حاجه. فاهم؟ يعني الفيديوز بالنسبه لي او الكاميرا بالنسبه لي مرايه. مش انت لما بتخش، او مش انت، او ممكن يكون انا بس انا بخش الحمام كده قدام المرايه، تفضل تعمل حاجات عبيطه كده، بتطلع الشخصيه، شخصيتك الحقيقيه. وده تحديدا بيكون في مرايه الاسانسير اكتر. يا سلام، كلنا اي اسانسير، وتعمل بقى حاجات غريبه. انا الكاميرا دي المرايه بقى، بطلع فيها شخصيتي. يعني لما حد يقابلني في الشارع يقول لي ايه ده انت زي ما بتطلع في الفيديوهات، لا يا اخي ارحم والديك، انا في الفيديوهات زي في الحقيقه. ما هو ما نفس الشخص علي. بالظبط. مش زي الناس اللي بتعمل حاجه او كاركتر علشان اطلع بيه اعجب الناس. لا، انا طالع بطبيعتي. دي بس بتوصل، يعني اعتقد ان الحمد لله بيبان، يعني لو بفيك بيبان. لا، باين ان في حته ضربه، هي باينه. بالظبط. لسه هتكلم عن حاجات اكتر ليها علاقه بالاسماء قبل ما نخش في تفاصيل المحتوى والفيديوهات. اول ما قلت والناس شافت ان انت معايا في الحلقات، كله قاعد يقول لي هب هب. ايه هب هب؟ ايه هب هب؟ بس هنعرف اجابتها، لازم ندي سنه سسبنس. طب ما اقول سنه سسبنس. ماشي، يلا بينا. هتشغل لنا حاجه حلوه؟ سمعها كاروكي. يلا بينا. لا، هتجيب العيد شكله. هو ده. يلا بينا نسمع اغنيه ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا، احنا لسه مع بعض على انرجي 92.1. لسه معاكم محمد طارق قضا في قضا اخف من قضا، منورني كريم احمد. استوديوهات شد الحبل عشان نقول كل حاجه. وحسن قاعد مع ابن خالتي في الاستوديو، اللي هو ايه ده، ايه الاجهزه دي، ايه الزرار ده؟ ممكن اقول الكلمه دي عادي على ما تقول يا عم اللي انت عايزه. انا اول مره اعرف اصل يا فنان. لا عادي، كل حاجه في وشك. انا بالنسبه لي عادي، هاخد الساعتين بتوعي واروح. لا، ما انا مش هخرجك من هنا. بس قرب بس من المايك عشان ما نتخانقش. والنبي، ما انا قرب كمان. قرب كمان، دي اهم حاجه حبيب قلبي كمان. فنان. هب هب جت ازاي؟ طبعا انت نسيت اللي انا سالتك عليها. نسيت يا اخي، انا عندي، انت عارف انا عندي ذاكره سمكه. بص يا هب هب، الموضوع يعني عبيط جدا بصراحه. يعني عميق ولا عبيط؟ لا عبيط. دبل مينينج. انا اسف سمعتها عميق. لا عادي. بص، هي بس الفكره ان انا ينفع اقول بدايتي كانت ازاي؟ يعني طبعًا. اول ما ابتديت قلت بس انا عندي رساله جدا عايز اوصلها، انا راجل صاحب قضيه، انا هعمل فيديوهات هادفه والكلام ده كله. واول حاجه عملتها كان اسمه برنامج زريبه العلم، وكنت بتكلم فيه عن ان ديزني لازم ترجع مصري وليه قناه نيكلوديان اتقفلت. فكان بالنسبه لي اللي هو الفيديو ده دي كانت القضيه. اذا ساعتها بقى يرحم والديك، ده كان في 2018 او اخر 2017 كده. ماشي. فكنت عايز بقى ايه، مش من بعيد قوي يعني، بس ماشي. فكنت هنزل الفيديو وفاكر بقى ان تاني يوم هيجيب مليون. دي قضيه، ده قضيه جيل بحاله، ده جيلي. فما جابتش ازاي ديزني مش بالعربي. فما جابتش اي حاجه. فاكتشفت ان انا كنت انسان آلي قوي في الفيديوز، والموضوع ده مش سكتي. انا رجل شارع، انا انزل الشارع. ماشي. انا احب الشارع قوي. انا احب الشارع قوي. فنزلت بقى ايه، اخد تجارب وحاجات كده. فلاحظت ان انا كل فيديو اجي في اخر الفيديو اقول يا جماعه ما انصحش حد يجي هنا، عمري ما روحت تجربه عدله. كنت بعمل فلوجات. يعني انت من الناس اللي هو يلا نعمل فلوج والبتاع ده جوسي بوسي لوسي والحاجات دي؟ لا ما كنتش بعمل كده، بس كنت بروح. بالله عليك ما قلت لوسي؟ استحلفك بالله، ولا جوسي؟ عمري ما قلت لوسي ولا جوسي خالص. والبطاطس بنت الحلوه لا ما قلتش الكلام ده. لو البطاطس بصوص الزعبوله، لا ده انا كنت باخد تجارب كانت جديده بالله. لا علمها الا الله. كنت اروح مثلا اكل سوشي، اكل من الحاجات دي بقى في 2017. انا اسف، انا عارف السوشي.
ما هو الرامن؟ الرامن ده هي النودلز بس رفيعة كده. ياه. وبيحطوا عليها ايه، نص بيضايا وحتة جزراية وشوية لحمة وشوربة كده، هي نودلز. فمثلا نروح الأهرامات. لا ثانية، مش هعديها كده. ايه انت ايه اللي وداك للاكله دي اكله ياباني بقى؟ اكله ياباني. طب ايه السوشي عارفينه، واحنا كمصريين لازم نحط التاتش بتاعنا وخلينا فرايد. خدنا هو بره بياكلوه مش فرايد، بياكلوه نيف ني او سموكد او بتاع. دي حقيقة. احنا قلنا احنا هنقليه، ما ينفعش. قليناه واكلناه عادي. احنا نحب نقلي قوي اي حاجه في الزبده ناكلها بالظبط، حتى البطاطس اللوسي فوسي بنحبها نموت فيها. التانيه بقى دي عرفتها منين اصلا؟ الرامن. ما يعني ربنا يخلينا الانترنت، انت بتروح كده تقول له النبي في اوروبا والدول المتقدمه ايه الدنيا عندكم، ايه الكلمات، فيقول لك مثلا عند ايه بعد. فانا كنت احب اخد يعني انا كنت بس اصلا بدي الفيديوز ان انا بشارك حياتي، يعني قلت اوثق حياتي وكده. فكنت اروح بقى عرض الصوت والضوء في الاهرامات، الله. اروح اكل سوشي ولا رامن، اروح بقى حاجات ايه من اللي هي عبثيه. ايه اغرب حاجه روحتها؟ اغرب حاجه روحتها انا ما يعني حاجه انت حسيت ان هو انا ليه رحت المكان ده، انا اصلا انا عن نفسي اتضايقت، انا حرام الفلوس اللي دفعتها. لا ما بدفعش بصراحه. فما بقى لا والله دلوقتي بقيت اروح. لا زمان مش دلوقتي، يعني زمان بدايات. لا زمان ما عملتش حاجه عدله، يعني كنت بروح اماكن أصلاً. كنت بروح اماكن غريبه جدا والله، ما كنتش بفهم. بعد ما بتخلص كده بتقول انا بعمل ايه هنا، ونزلت الفيديوهات دي وبنزلها واقول للناس في اخر الفيديو ما حدش يجي هنا. فمرة كنت قاعد بتفرج على سبونش بوب ولقيت ايه، حصل حوار كده مع ساندي ومستر سلطع وسبونش بوب وبسيط. فجم قعدوا في الاخر كده بقى اتجمعوا كل واحد ايه، يعني مفروض في حكمة بقى من الحلقة، كل واحد ساب التاني، فلو مش روح الجماعة الناس هيتبهدلوا خالص. فجي في الاخر مستر سلطع قال لهم ايه، هيا بنا نبكي على حالنا، هب هب هوري هب هب. ايوه هوري. صح صح. فلقيت اللي هو الله، لقد وجدتها. صح صح الله. طب ما انا بروح كل الاماكن واقول ما حدش يجي هنا. فاحنا مثلا كنا في عرض الصوت والضوء اتبهدلنا خالص بصراحه، يعني في الدخول وفي الحاجات. عشان كان ببلاش. امتى كان؟ امتى يا ده؟ كان في 2018 يا فنان. لا مختلف. فكان زمان يعني. لا جرب روح دلوقتي تستمتع جدا. لا دلوقتي الاهرامات بصراحه اتطورت. لا وساعات بيعملوا اصلا دلوقتي كمان عروض جوه وحاجات حلوه قوي، بيعملوا كمان حاجات فن كده، حاجات بتتركب وحاجات بتتصور جنبها، بقت عظيمه جدا. انا بس صراحة. انا غلطانه لان انا رحت في اليوم الفري، انا من زمان وانا هكسبها، ما بحبش ادفع بصراحه، يعني مع انها كانت 20 جنيه ولا 50 جنيه كلنا كلنا يا كريم. فروحت فقلت ايه، ما انصحش حد يجي هنا. بعد كده قلت لهم بقول لكم يا غلا ما تيجي نعمل هب هب. قالوا لي ولا ما تفكك بقى من السلوك اللي داخله ببعض دي. فهم ما رضوش يعملوا معايا. قلت لهم طب اقول لكم على حاجه، هقول هب هب وهرفع الكاميرا عليكم ما تعملوا الصوت. ففعلا قلت لهم هب هب وهم ما عملوا الصوت، وانا ركبتها في المونتاج، جبت المزيكا من سبونش بوب وقالوا هوري. بعد كده بقت خلاص هي هب هب. هي ده حاجه في منتهى الجمال يا جماعه. والله انا مبسوط جدا بجد بجد، مبسوط من الكلام. لسه نتكلم عن بقى امتى حس ان هو لا ده انا كده بقى عامل فيديوهات حلوه. الفيديو عارف ان هو انا عملت فيديو ونمت صحيت جاب فيوز، عارفين ده لازم في نوع عارف لو عمل فيديو وما نامش وصحي مش هيعمل فيوز. انت شطان رامي. هسالك سؤال. اتفضل. فاكر انا قلت لك ايه قبل الهوا اخر سؤال؟ مش فاكر. قلت لك هنرجع نتكلم في 1 2 3. معلش والله معلش معلش، ذاكرتي سيئه جدا معلش. قبل ما نخش بالاغنيه دي يعني ما انت بتطول في الاغاني بصراحه. دي اغنيه واحده، ده عمرو دياب اللي يمشي يمشي ماشي. كنت بتقول ازاي البدايه وكده والفيديو. بص بقى اهو سكر اهو. انا كنت بعمل فيديوز، اول فيديو ليا كان 15 12. احنا حكينا مع الناس الفكره بتاعت اللي انت بتنزل تجرب حاجات وتجارب وبتاع، وبتقول الناس ما تروحوش مكان عادي بكل صراحه. فالاماكن ما بتجيبكش تاني. فلا هقول لك بقى في فيديو بقى نمت صحيت ايه ده، ايه ما هذا بالظبط. انا بدات في 15 12 2017. حلو. بعد كده في 2020 قررت ان هو حركه يعني ما انصحش حد يعملها، تمام؟ يعني ممكن تنوي اللي هو ما تعملوش كده، ما تجربوش في البيت ولا في المدرسه يا ما اللي بيقولوا كارين وحدش يعمله بالظبط. انا وانا قاعد كده اللي انا كنت شغال في شركه، كنت في بوزيشن حلو، بقبض كويس، بقبض بيفيد للشهر اللي بعده بيزيد وفجاه كده
قلت لا انا مش انا هقعد انا مش هشتغل في 2020 بعد بعد 3 سنين من شغلك او بعد سنتين ونص انت بدأ اخر 2017 كنت بعمل فيديوز بقى بعمل فيديوز ليا بوثق حياتي وبقول ما حدش ينزل يعمل الكلام ده بس فجأة حسيت ان لا انا مش عايز اشتغل تاني انا هقعد هبقى بعمل فيديوز وانا اصلا البيج عندي عليها 250 واحد 230 من صحابي مثلا فاهم يعني انت لسه اصلا ما كنتش جبت اولوفات ما جبتش حاجه انا قعدت سنتين ثلاثه بعمل فيديوز انا بس بتفرج عليها فاهم ففجاه اسالك سؤال برضو بيجي في ذهن الناس دلوقتي طب ايه اللي خلاك مكمل عشان حاجه بحبها يا شغل لنا بقى بعد حبيبي يا بالظبط فاهم فانا بس كنت بوثق حياتي بس انا قررت ان خلاص انا مش انا هبقى بتاع فيديوهات كده فقعدت فهي سبحان الله يعني كرم وتوفيق من ربنا طبعاً. كنت عايز اعمل فيديو اقول للناس يا جماعه انا مش غني تمام يعني انا طول حياتي يعني لو قلت لي ايه المثل اللي ينطبق على حياتك اللي هو الراس على السلم ولا اللي ولا فوق ولا معايا فلوس قوي ولا تحت ولا اللي تحت شافوني يعني انا عندي في المنطقه مثلا واهلي يقول لي عيش عيشه اهلك يعني اهلي نفسهم بيقولوا لي عيش عيشه اهلك مع اصحابي شايفني غني واطلع بره بقى اصحابي اللي هو لا وانت كل يوم بتاكل في الام الصفراء اقول ده ومش عارف ايه فانا حبيت اوصل اللي هو معلم يرحم والديك انا مش غني انا بس بعرف اعمل اللي انا عايزه على قد فلوسي فبدات سلسله اروح ده ازاي ما كانتش سلسله بقى انا كل ده كان متلخص في فيديو اصلا فيديو الشركه اللي هو فكره الفيديوهات دي يا جماعه انا واحد من الناس استفدت منها لو انت ساعات تروح مكان هو بيضحك عليك مش بيضحك عليك هو بيسالك وانت بتقول له ماشي يقول لك تحب تاكل الحشامفينو ماشي عايز الحشامفينو ده طب بالزبط. عايزه بقى باللارج ولا ميديم لارج طب اجيبه لك بقى بالريجولار يا عم هاته انا ممكن اقول لك شويه هكات يعني اكسكلوزيف لانرجي وكده بس نخليها كمان شويه ما انت بتعمل سسبنس جت عليا ماشي واحده سسبنس ماشي يلا بينا فاقول اسم براند مشروبات كده ساخنه مشهور جدا انه غالي وسرق اللوجو بتاع الهلال والنجم عاد انا قلت براند ما علينا يا ناس همو الحبايه من على الجمل اوعى تعمل تيه الحبايه من على الجمل فحبيت اوصل اللي هو انت ممكن تخش تجيب شوت اسبريسو ب 20 جنيه وتقعد وممكن تاخد الصوره والاسم انا موجود فاهم ولو عايز تطلب برضو قلت في الفيديو لو عايز تطلب تعمل ايه فخلاص انا عايز اوصل بس من هنا اللي هو يرحم والديك ان الحياه مش للاغنياء وانا مش غني ممكن انا بس انبسط ب20 جنيه بعمل اللي انا عايزه فانا عايز اقول لك في حاجه تانية انت قلت في مكان ممكن اخش اقعد فيه ما حدش يقول انت رايح فين كان هو المكان ده برضه وحاجه لطيفه قلت مثلا ان المكان ده في مشروب مكتوب عليه 30 جنيه انت لو قمت قلت له انا عايز ده بحجمه العادي الطبيعي الريجولر من غير اي حاجه هتاخده كده قال لك بتحب تضيف عليه حنبصه دي ب 15 جنيه اي حنبصه ما انا هقول لك على حاجه هو ما بيقولكش بص هو ما بيقولكش ايه ميديوم ولا لارج مع ان اصلا في ريجولر انت ممكن تطلب ريجولر ده ارخص حاجه العادي لا بيقولك ايه لارج فانت هو برضو بيعرف ان انت زبون فهيعلم عليك فيقولك ايه لارج فانت البس 75 جنيه وهو مكتوب ب 30 جنيه فاهم قصدي فدي شويه حاجات كده فقلت اشرحها وان انا عادي انا ممكن اخش واتصور والاسم انا في المكان اللي هو هقي ومقي بتاع الاغنيه واجيب الماك واقعد اشتغل عليه وانا اصلا معيش ماك بالظبط وانا معيش ماك فعملت الفيديو ده وخلاص بقى خلصنا على كده نزلته ودخلت نمت دي بقى اللحظه الفاصله وهنا لازم ننام بعد اي فيديو بالظبط لا صحيت لقيت ايه مكتوب 200 كي انا ما خدتش بالي من كي ما انا ما اعرفش ما ايه اللغه دي فقلت 200 ايه المجتمع فيو. ده اللهم صل على النبي اللهم بارك كسرنا ال 200 فيو بالظبط فانا قاعد كده لقيته جايب لايكس وكومنتات ومش عارف ازاي كل ده على 200 اكتشفت فيما بعد ان ده 200,000 وجبت العيد بقى يا مع كل الناس طب ودينا مش عارف ايه طب ايه فاللي هو ده اول فيديو نزلته قررت اشتغل فيه بجد فاللي هو ده في 2020 بالظبط فاللي هو طب يلا بينا ومن هنا بقى بدات سلسله ايه هتعمل ايه لا الاغنيه بدات سلسله الاغنيه بتاعه المحلات بالظبط هنروح لسلاسل تانية ونفتح المفاتيح اللي معاه بالسلاسل دي ونخش جوه مخه نعرف في ايه اكتر وقال في حاجه هيقولها لنا حصريه كده هنعرفها بس نسمع الكينج محمد منير ونرجع نكمل كلامنا يلا بينا اقول لك نكته بعد الكينج يلا بينا ولا بلاش لسه مكملين يا كيمو خلاص احنا طلعنا على هجيب يا ماما وانا جاي حط مو على الهولد حط مو على الهولد
يحرق له التليفونات واحنا في الاستوديو. معلش يا استاذ ستر حبايب برضه. ستر حبايب يا حبيبي. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ قول لي. صحابك اللي معاك في السوشيال ميديا. اها. دول انا عن نفسي بحب فيديوهاتكم مع بعض. فيديوهاتكم وانتوا بتهرجوا سواء في جيمز اللي بتعملوا مع بعض او في السفريات او او او. دي حقيقة. وعلاقتكم بان هي صداقة بحتة. يعني في ناس بيبان للناس دي بتعمل كده علشان مع بعض وخشوا عملوا فولو الكريم وكريم خشوا عملوا فولو الزعبول او الحاجة دي. بس ده حتى انتوا ما بتقولهوش. مش فارق معاكم مين يبقى عند مين والفيديوهات ممكن تنزل في اي حتة. وده انا بشوفه لطيف. اتعرفتوا على بعض ازاي؟ بص هو انا بدايه معرفتي بايمان مازلو طبعا يعني احنا انا ببعت لها تحيه انا بحب فيديوهاتها جدا والله وانا جد. كمان ببعت لها تحيه وكل يعني بجد يعني هي بالنسبه لي شخص بجد مش مجرد صديق لانها ساعدتني كتير جدا في البدايه ماديا بقى وخبره كل حاجه رجعت الفلوس رجعت الفلوس والله ما تقلقش بس انا عايز اقول لك ان انا لا والله رجعت الفلوس عايز اقول لك ان انا البدايه كنت شفت فيديو ليها كده بالصدفه كانت برضو زي كده على الله لسه بادئين خالص وكنت انا في جروب للكرييتورز كده في كرييتورز كتير زربيح اقول زربيح عادي عادي مش تمام قلتها خلاص عادي فانا دخلت قلت لهم بصوا يا جماعه البنت دي حد يعرف يوصلني بيها كان بالنسبه لي انا كنت مبهور بيها اول مره اشوف حد بيطلع يتشقلب ومرح كده اللي هو بتقدم محتوى تقيل المفروض في معلومات وفي حد شبهي راحت هي طلعت في الجروب ده بالصدفه قالت لي انا علاء اصلا انا هنا فاللي هو جامد فدخلت كلمتها برايفت قلت لها بقول لك ايه رايك لو نعمل فيديو مع بعض قالت لي يلا بينا جدا وكنت انا عارف ابن نوفل بس ما كنتش عارف ان هم متجوزين فاللي هي لما روحت بقى قابلتهم وكده طلعوا لزاز جدا عارف انا ابن نوفل عمل معانا حلقه 2017 2018 كان عمل مسافه كان طويله جدا بالعجله روسيا كان سافر لا كان سافر حاجه في افريقيا قبل روسيا كان مسافر حاجه في افريقيا وجي اعلن ان هو هيسافر روسيا فجبناه عملنا معاه حلقه وكان لطيف جدا ابن نوفل شاوت اوت لابن نوفل طبعا رحل بلدنا العجله يعني بتعاني منه بالظبط فعايز اقول لك بقى عملنا فيديو اول فيديو عملناه كان فيديو الزمالك قلت لها ايه رايك لو نعمل فيديو الزمالك ومش عارف ايه قالت لي يلا بينا جدا وعايز اقول لك ان الفيديو جاب العيد ومن ساعتها بقى يعني احنا كان بالنسبه لنا ان احنا نعمل فيديو وخلاص فلا قلت لها طب تعالي نعمل فيديو تاني للعلامة الام الصفرة المهندسين بقى فيديو مهندسين بقى مرة فالموضوع كان جامد بقى وبعد كده اتعرفنا على ناس تاني في الجروب فقلنا تعالوا ننزل يا جماعة فمن هنا بقى جات الصداقة وبقينا الشلة دي بقينا اكتر يعني احنا بالنسبة لنا مش صحاء يعني مش كرييتورز اصدقاء على قد ما احنا صحاب اصلا فاهم قصدي احنا في الحقيقة مع بعض جات لنا فكرة واحنا قاعدين هنعملها ما جات لناش عادي كل واحد في حتته بالظبط في منطقته دي حقيقة هل في حد في وقت من الاوقات قال لك ما كريم متعقل بقى يا اخي بقى في ايه ايه ما هذا ما ايه يا اخي ما تحلق بقى وتلبس لبس زينا وبتاعه هو هقول لك هم كانوا بيقولوا لي كده يعني كل الناس كانت بتقول لي كده بس انا اللي هو انا عايز فاهم عايز يعني اديك مثال انا كنت عامل زي الزرافه اللي عايمه في المحيط فاهم فهي شايفه ان هو انا بعمل ايه هنا ده مش مكاني عايزه تطلع تتنفس فوق فانا ولا بعرف اعوم ولا بعرف هنا ايه ده الشط فالسمك ما يضحك الحق اللي عايز يطلع يتنفس هوا وهها وبتاع فلما بقى اتجهت لحته الفيديو دي لما طلعت بقى على الشط فاهم لقيت ان رقبتي مساعداني اللي هو لقيت نفسي اللي هو ايه ده هي الشخصيه اللي كانت في المحيط هي بقت في على الشط فاهم يعني الناس شايفه ان هي يجي منها حاجه وحاجات كده فحاليا لا بقى خلاص هم بقوا قدام الامر الواقع تقبلوني حاسوا ان انا نجحت في حتتي بالظبط فخلاص انت اعمل اللي انت عايز بس الاول مش يعني ما كانش حد ضدي بس اللي هو يعني ايه شعرك ده ايه لبسك ده ايه مش عارف ايه كده فاهم دلوقتي خلاص يعني راديو بالامر الواقع خلاص الراجل نجح في حتته بقى شغلانه بقى ياكل عيش بشعره لسه هتكلم معاك على بقيه الفيديوهات ونعرف ايه اكتر فيديوهات انت بتحبها اصلا وانت بتعملها ان ساعات الواحد بيعمل حاجه الناس بتحبها بس هو مش مبسوط انها قوي عايز يعمل حاجه تانية وانت في فيديوهات بتحبها جدا بس ما تجيبش مع الناس هنعرف الفرق بين الاثنين ويا ترى ده عندك ولا لا بس نسمع اوتوستراد ونرجع نكمل كلامنا يلا طب اقول لك نكته بعد الاغنيه ما انت بتيجي في الهواء تنسى النكته ماشي خلاص بتنساها ماشي تنتنتر كريم ايوه ما تقولي نكته مره مدرس عربي قابل مراته في الشارع قال لها واو الجماعه
لا سفله هذا العطل والله حلوه شغاله بس والله حلوه في ظهري مش قادر. بص هي حلوه جدا هي حلوه بس اشتغل عليها اشتغل عليها حاضر حاولت اجمع لنا اكتر نكت في فيديو خلاص يلا والله يعني بحاول على قد ما اقدر اوصل بس للناس ان انا يا جماعه انا مش دمي خفيف يعني لما اقابل حد في الشارع يقول لي والله انت اكتر واحد بتضحكني اللي هو فاهم حته ان انت صعب. بص احنا دخلنا بالنكته والهزار والحاجات دي ان هو انا بحس ان انت بتقابل مشكله على في الكونتنت بتاعك انا مش طالع انا مش كلاون او انا مش طالع مش غرضي الاساسي ان انا اخليك تضحك انا عايزك تستفاد من حاجه وتبتسم بالظبط تكون يعني. مستمتع بس انت مش هتضحك انا بس بديك كونتنت يعني بوصل لك حاجه وفي نفس الوقت اللي هو مش هوصلها بتقول دم بحاجه كرييتيف فبحاول على قد ما اقدر اخليك يعني مش هقعد على ديسك واقول لك علشان تروح وسط البلد انزل لا بجرب لك وبمشي يعني معاك وبنطلع وبنتحرك وبنيجي ونروح بالظبط اكتر فيديو خلاك تحس ان هو ايه ده يا جماعه انتوا افتكرتوني بجد مهرج فيديو ينفع الكشري انت محل الكشري يعني عشان شلت الحاجات ودخلت الفيديو وهزرت ده الفيديو ده يعني حلو انا انبسطت فيه انا انبسطت بيه ربنا يخليك بس انا ما كنتش لا متوقع لا متاكد انك انبسطت بالكشري بتاعه لا يا اخي ده احسن كشري في مصر بصراحه انا انبسطت بيه تمام بس بالنسبه لي كان فيديو عادي يعني معلش انا اسف ما ينفعش اقول كده بس فعلا الفيديو اوفر ريتد فالموضوع فايرل الاول لدرجه ان هو عايز اقول لك ان هو عمل ملايين لا ده عايز اقول لك ان هو بوظ عليا سفريه يعني انا كنت مسافر طب ليه بعديها والله انا دخلت في حاله اكتئاب يعني ايه والله بجد فيديو داخل على ملايين داخل في اكتئاب ليه ما انا هقول استنى اقول لك جاب كام مليون قول انا هجيبه لك جايب مش عارف بصراحه انا هقول لك انا هقول بس انا عايز اقول لك ان بعديها سافرت يعني كنت اشتغل عملت فيديوز كتير وقلت انا هقفل بده وكده عظمه قوي نريح لنا شويه فنزلته وسافرت على دهب فعايز اقول لك ان وانا ماشي بجد كان الموضوع فوق المعتاد يعني انا ما عنديش مشكله مع الـ اخي احبائي في الله اخواتي في الله اللي بيتابعوني ويقابلوني في الشارع عايزين نتصور وبتاع مش عارف ايه الناس اللي عاجبهم شغلي ما عنديش مشكله عمل 5,400,000 ما شاء الله يعطي الف عافيه اتضايق ليه بقى كفايه بقى وجاب 128,000 لايك فهو ماشي هو تمام مش متضايق بس فكره ان هو فايرال زياده عن اللزوم يعني عايز اقول لك وانا ماشي في الممشى كنت حرفيا كل خطوتين ده لو ما بتقابلش حد من الفولورز كان تقابل حد مثلا صاحب مطعم او صاحب مكان فالله بقول لك ايه بتاع ابو طارق ده وصلت الناس بقت تقول لي يا مستر ايمن الراجل يعني اللي شغال يعني في ناس واحد يقول لي بالظبط اللي هو كان حسيت لو شغلي كله ان بقى في الفيديو ده وانا مش عايز اعمل كده انت اتحصرت في الفيديو ده طب هل ممكن تعمل ده تاني تنزل تعمل حاجات لا انا مش هعمل انا مش مطلوب مني لو انت بتضحك يعني دي حاجه طبعا تفرحني بس طبعا. انا مش كوميديان لان يعني صعب قوي تقول على نفسك كوميديان ان انت تكون بتضحك حد في الوقت ده انا ما اقدرش اطلع اقول كده انا بعمل فيديوهات ظريفه فاهم قصدي فهو يعني حشرني في حته كده ويعني الحمد لله انا مبسوط بيه وده كرم من ربنا بس فعلا هو باظ عليه اسبوع كامل انت عارف انا دافع كام دافع شيء وشويه ماشي الحمد لله بقى هنعمل ايه السفريه باظت ودخلت في حته ان هو انت بقى مطلوب منك تضحك فاهم ده الفيديو على قد ما انا مبسوط بيه على قد ما هو عمل لي بعض من المشاكل هنكمل لسه مع بعض ونعرف حاجات بقى تانية ليها علاقه بشغله وعمل له كده اختبار بسيط لما نرجع من الفصل عمل له امتحان مش هقول له هو ايه عشان يبقى على الهوا ونشوف هيعرف الاجابات ولا لا امتحان على نفسه والله العظيم بس نسمع جدل ونكمل كلامنا يلا بينا اخويا بيتصل عايز يطلع على يا عم سيبنا نشتغل بقى يا امن هندهلك الامن لسه مكملين معاكو وكريم منورني واخوك عايز يتصل على الهوا وعمال يزعق لنا عمال يرن ما بيفصلش ما اخوك يا عم يرن عادي ايه المشكله ماشي بس يعني يرحم والديك احنا على الهوا طب قول لي بس انت ايه الفيديو اللي انت نفسك تعمله ومكسل نفسي اعمله ومكسل لا انا عرفت ان في فيديوهات كتير بتعملها وبتكسل تنزلها الفيديوهات اللي قصدك الفيديوهات اللي يعني عايزه تتمنتج ومكسل لان انا بدون مبالغه لو قلت لك ان معانا بتاع مثلا 20 فيديو متصورين بس ما بينزلوش يعني بتقف على المونتاج فاللي هو ماشي همنتجه الاسبوع ده الاسبوع الجاي لحد ما بتبقى ادمت
مثلا عملت فيديوهات والمكان ده اتلغى او اتقفل او غلي او حصل حاجه فبياناتك ما بقتش صحيحه. افهم من كده ان انت اللي بتمنتج لنفسك. وان مان شو معايا بعض الاشخاص بتساعدني بس يعني. اخواتك بتساعدك ولا بيزعقوا لك؟ لا 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 اخواتي. هو معانا دلوقتي مين اللي معانا؟ اخويا يا مصطفى. الو سلام عليكم. صباح الفل يا درش. يا مصطفى اخو جزيك. اخو كريم الكبير بعت لي. انا اخوك كبير. ايوه حضرتك ايه؟ انا زي الفل. كريم عامل معاك في البيت؟ انا حاسه عامل لكم مشاكل. لا لا كريم والله بص انا بلا اي كلام طبعا شهادتي فيها تبقى مجروحه. اخوه طبعا ما احنا عارفين. لا لا كريم شخص بجد مهذب جدا وعسل وكويس والله حبيبي. وانا من خلال حضرتك يعني من خلالك بقوله ما تجيش تاني البيت. لا لا والله احنا كريم خلي بالك حضرتك قسما بالله محبوب جدا. هو مجتهد وشخص بيحب شغله وخلي بالك يعني بدأها من زمان وكان بيتعب يعني. هو تعب لحد ما وصل اللي هو فيه دوت. وقت ما كان في ناس كده بتقول له لا ايه اللي انت بتعمله دوت والكلام ده كله. لا كان هو مؤمن بفكرته وتعب واشتغل جامد وكان بيسهر بالليل وكان بيسافر هنا وبيسافر هنا وبيروح هنا. فانا من خلال حضرتك بقول له ربنا يكرمك وباذن الله بالتوفيق وبالنجاح ان شاء الله. واحنا كلنا بنحبك جدا وفي ظهرك وربنا يخليك لينا وان شاء الله نفضل فخورين بيك كده وباذن الله تبقى من نجاح لنجاح ونشوفك اكبر حاجه في الدنيا. والله انا مبسوط جدا بالكلام ده ومبسوط جدا ان انت عملت لح علينا على طول. عايز اعمل مداخله عايز ابعت لي في كل الاماكن. خلي بالك انا من بدري عمال احاول اتصل الارقام معلش معلش. هو كنا بس عايزين نتكلم مع كريم اكتر. حبيبي والله حبيبي. صباح برضو ينفع اوصل من خلال حضرتك حاجه لاخويا؟ طب ما هو معانا على التليفون يا كريم. والنبي احب اوصل برضو من خلال حضرتك بطل تجيب ناس وتوقفهم تحت البيت وتقول ننزل من غير ما ابقى عارف ان انا. عشان اخر مره قال ننزل نزلت له بالكروكس والشروال. قال لي في شويه شباب دول عايزين يتصوروا. انا عارف الحكايه دي. بقول لك يا كريم صباح صاحبي عنده عيد ميلاد اقول له كل سنه وانت طيب. بالظبط. لا ما عنديش مشكله بس يعرفني يعني مصطفى. لو مصطفى والله مش عايز اطول على حضرتك بس انا هو الموقف سريعا. انا كنت قاعد مع اصدقائي وكده فجالي تليفون انت فين تعالى. فروحت احنا لقيت مجموعه شباب كبيره كده. انت اخو كريم؟ قلت له ايوه. لا يعني هو مع حد اعرفه. احنا اتصل لنا بيه دلوقتي احنا كلنا عايزين نتصور معاك. انا قلت له كلمته في البيت. انت احرجت يعني يا مصطفى؟ مصطفى احرج يا عم. انا احرجت برضه. انا نازل برند مصر بقول لك ايه عادي يا باشا. بيت خام عادي يا باشا. مصطفى انا يعني بص انا ما خدتهمش عند البيت انا اللي هتضرب. لا يا باشا ما حدش يقدر معاك كده بجد. انا مبسوط بالمكالمه دي جدا. نورتني وشرفتني يا درش. وربنا يخليكم لبعض دايما والاخوات دايما بيفضلوا سند لبعض. صباح الفل عليك يا درش. اخواتي بيتفرجوا بيتفرجوا ايه؟ ماشي يا درش. انا هقفل معاك واروح اتخانق مع كريم شويه. لا خلي بالك بقى بالراحه عليه عشان الحاجه بس هتزعل. خلاص عشان خاطر الحاجه ناسكم. بس صباح الفل عليك يا مصطفى. سلامي ليك ولكل اخواتك وده الحاجه طبعا بالتحديد. كريم لسه مكملين ولسه هسالك اسئله عنك ومش هتعرف تجاوب وهكسب حاجات كتير. انا رخم. نطلع بس نسمع ام براوح حسين الجسمي ونرجع نكمل كلام جدا. لسه معانا كريم احمد استوديوهات شد الحبل ونخش بقى دلوقتي على الاسئله. انا متاكد ان انت معاك موبايلك. معايا موبايل. طب هاته كده ثاني معلش. حطه هنا حطه هنا بعيد كده عشان دي فقره اسمها موبايلك اصلا. مش هسالك حاجات ليها علاقه بموبايلك عندك مش ما تدورش عليها يا استاذ. اوكي. اول حاجه عندك كام فولورز على الانستغرام؟ على الانستغرام ده اول سؤال يا باشا. 100 و103. مش هقول لك كام بالظبط مش هتزنقك بس هو 103 صح. ماشي حبيب قلبي. ده راجل شكله شغال لي مزيكته وحاجات كده. ليه انت مش غريب؟ ماشي انت من هنا. اعمل انا انت مش غريب. انا بحب الساوند افكت قوي قوي قوي. حاضر تعالى. ماشي. انت منزل كام بوست عندك على الانستجرام؟ بقى افكر بقى. هما من 200 ل 300. بص اديك اختيارات. من 200 ماشي اديني اديك اختيارات على الانستجرام. 409. لا 410. لا 415. ايه ده هم كلهم في 400 اصلا بقى. 415 يا اخي يرحم والديك يا اخي يا اخي. صح غلط. انا هسيبك تفكر. هنرجع له تاني. غلط غلط والله غلط. ما انت مرحوم قوي. صفر. 405. صفر. اصلا انا لسه منزل بوستين ورا بعض انا مالي.
انا مالي يا باشا. 405 مفيش في الاختيارات وخمسه. 410 ماشي اه صح. 410 410 صح يا جماعه. الراجل ظلمناه. طب نخش على سؤال كمان ومش هساعدك فيه. انت عامل فولو لكام حد على انستجرام؟ اه 30 واحد. ده حافظهم ده ايه ده؟ ما انا مش عايز اعدي. انا كنت عامل 25 اساسا على حسب عمري. آه. وكل ما زيد سنه آه ده انت يعني انت قصدها اه بعد كده باظت مني بقى. ليه؟ ما عشان بقى اصحابي بيقول لي يعني انت مش عامل لنا فولو وبتاع. طب انت ظبطها على 30، انت بتصغر ولا ايه؟ ما بقى قلت مش عايز اعدي ال 30 يعني. كنت عامل تيمه كده وبوظوها. يعطيهم الف عافيه. هتعدي ال 30 يعني؟ لا مش عادي ال 30 خلاص، اخر ال 30 خلاص. خد موبايلك، خد موبايلك يا عم، عفاول وانسى قافلك في الاخر. اصبر ادي السماعه عشان اسمع. ايوه دلعني حبيبي. هطلع اغنيه يا جماعه عشان اتخانق معاه شويه واجي عشان عامل 30 فولو مش عامل لي انا فولو. لا استعلفك بالله مش هينفع. استنى بس تعالي لي بقى الناحيه. لسه مكملين معاكم وعايز بسالك سؤال مهم. قد يكون تقليدي ومش طبيعتنا في انرجي، ولكن دايما الواحد هو بيبدا حاجه بيكون نفسه يوصل لمرحله. هل انت وصلت اللي انت محتاجه من الفيديوز والمحتوى اللي بتعمله على السوشيال ميديا ولا لسه؟ بصراحه وصلت من بدري قوي، بس حاسس ان في كمان يعني. انت وصلت للنجاح اللي انت عايزه بس لسه عديت كمان يعني، ما كنتش متخيل. الحمد لله طبعا ده كرم من ربنا ملهاش يعني تفسير تاني. وبجد ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام يعني اوصل للحته اللي انا فيها دي. بس عارف اللي هو انت لسه عطشان، حاسس ان في حاجات كتير تاني ممكن تتعمل، في حاجات كتير ممكن تكتشفها. فاهم قصدي؟ في ناس تقول لك انا هعمل فيديوز عشان عايز اطلع في الميديا، عايز اعمل برنامج، عايز امثل. هل انت ليك في الطموحات دي ولا لا انا عايز اعمل شغلي وبحب الفيديوهات وده المحتوى بتاعي، مش عايز اكبره بالشكل في حته تانية؟ لا انا في حته يعني عايز اقول لك في حته الفيديوز وكده انا ارتحت فيها لان دي حاجه كنت بحبها. فاهم يعني؟ اقول لك على حاجه، انا لو كنت مستني من الفيديوز فلوس او شهره او ما كنتش قعدت 3 سنين اعمل فيديوز انا بس اللي بتفرج عليها. فاهم قصدي؟ فدي الحاجه الوحيده. صاحبك كان متفرج معاك ولا لا؟ كان بيجي معايا، كنت بجيبه غصب. فاهم؟ عشان يتفرج. يعني هتتفرج. بالظبط. لا كان صحابي فعلا بيشجعوني جدا، ينفع احييه. هو على فكره ابن عمي مش صاحبي. والله بجد كده مستحملك. يعني بجد ما حدش يقدر يستحملني والله. احب اديله شاوت اوت كبير جدا واقول له جامد جامد. قول اسمه بتاعك. محمود رجب ابن عمي يا جماعه. يا أخي. لا والله ده فعلا البيست قاعد في الفواصل يتكلم على الانمي وبتاع حاجات كده يعني. يا سخفان عظيم. يا اخي المجتمع ده ممكن يتفرج على 18000 حلقه، كل حلقه نص ساعه وحاجات عجيبه. لا الحلقه تلت ساعه. حلقه تلت ساعه مثلا، بس بتلاقي السيزون كل سيزون 100 حلقه على 10 سيزونات يعني 1000 حلقه. يعني هتفرج انا واحفادي يعني. مستني احفادي يتفرجوا معايا. يعطي له الف عافيه بقى. بنتريق على الاخوه، احنا بنحبه خالص بس ما يتضايقش. احنا بنحب الانمي طبعا. وهانتر اكس هانتر كانت لمعت عيناه. احنا طبعا لمعت قوي. بالظبط لمعت جامد. لو حد عايز يبدا دايما اكيد ناس بتسالك السؤال ده، انا عايز ابدا وانا عندي حاجه وعايز اعمل حاجه وبتاع واعمل ايه؟ تقول له ايه؟ معانا وقت طبعا. طيب بص، هو اول حاجه فكره ان انا لما حد بيخش يقول لي انا ما بحبش اصعبها زي اللي صعبوها عليا. فاهم؟ بس معلش انا ما بحبش اللي يخش يقول لي انا عايز ابدا اعمل ايه. لا يرحم والديك، انا مش هقول لك مش هاخدك من الصفر. فاهم؟ لكن مثلا يجي يقول لي انا عايزك تساعدني في حاجه كذا، عايزك تقول لي كذا، بتشتغل على برنامج ايه، تمام انا معاك. لكن ما تخشش لحد الفيديو ده بتاع ما تستناش. انت مره عملت حاجه ليها علاقه بالفوتوشوب متهيألي؟ كنت بعمل شروحات كده ازاي بتعمل حاجات على الفوتوشوب وبتاع. حاجات بسيطه. قلت انا سالتني بتعمل ازاي ده، اهو يا جماعه بعمل اهو بحاجه بسيطه جدا. بالظبط. فاهم قصدي؟ فعايز اقول لك انا بدات ازاي. انا مش الحاجات اللي كنت بعملها الاول كنت بعملها مع اصحابي واستناهم يشجعوني وحاجات كده. فاهم؟ دي الحاجه الوحيده تقريبا اللي بدات فيها مع نفسي وقلت انا هكمل فيها وهشتغل. فعايز بس اوضح حاجه صغيره، ان لما انا بدات كنت حاسس ان انا ضعيف يعني. كنت حاسس ان انا اللي هو ايه ده، ازاي مثلا انا بعمل فيديوز مثلا حد معين بدون ذكر اسماء حد معين، بس مثلا اقول ازاي ده بيعمل فيديو كل اسبوع وبالقوه دي؟ اذا هو ناجح وانا فاشل، انا ما بعرفش اعمل فيديوهات. فانت بتحبط نفسك قبل ما تشتغل اصلا. بالظبط. بس انا هقول لك على حاجه، لما مثلا يجي المخرج
بعد ما فيلم يكسر الدنيا ويستضيفوه في قاعده البرامج الشهيره وتقول له بقى كلمنا عن كواليس الفيلم, فيقول لها والله الكرو كان حلو والدنيا كانت جميله وتلاقي فراشات بقى في طايره وهو اصلا متخانق مع فنانين ومكسر كاميرا بيتكلم في مش لوجيك بالظبط وما بيحاسبش البوفيه وحاجات كده, بس هو مش هيطلع هو طريق يشارك نجاحه, هو مش هيطلع يقول لك انا كنت قاعد جنب المونيتور ما بنامش هو مش انت مش حد يقول لك اعمل ايه, مش هتقول له بص اصل انا تعبت وكفايه, تقول له احنا نجحنا واستمر ويعمل. فرسالتك لحد عايز يبدا ابدا بالظبط, ابدا حط الكاميرا واشتغل انا مش هطلع انا هطلع اقول لك انا لا انا الحمد لله بشتغل على الفيديوز ما بطلعش غير وانا راضي عنها, مش هطلع اقول لك ان انا ابتديت كنت بصور بفون بايفون 5S 16 جيجا يعني كنت بفرمطه عشان انزل اصور, مش اقول لك ان كان عندي كارت شاشه كوادروم كي 620 كان مطلع عيني في المونتاج, مش اقول لك الصعوبات دي, الكلام ده مش مهم اقولها لك وانت مالكش دعوه بالبري برودكشن, انت ليك دعوه بالمنتج اللي يخرج في الاخر. بالظبط, جاست تبتدي في حاجه انت بتحبها. يعني انا بالنسبه لي في مثلث كده للنجاح, تمام, انت يعني اول ضلع فيه ان انت تعمل حاجه اللي انت بتحبها, فده اللي هيساعدك ان انت تستمر وتبقى شاطر فيها ومع الوقت ده هيبقى مصدر دخل ليك, فانت عملت حاجه بتحبها وشاطر فيها وبتجيب لك فلوس بقت شغلانه. والله كلام كويس, وريت كل الناس عايز تبدا تجرب وتاخد التجربه. كريم للاسف الوقت خلص, يا لهوي هتجيبوني تاني؟ مش هتجيبوني انا تاني بجد. نورتني وانا كنت مبسوط جدا, وانا من الناس اللي بحب فيديوهاتك جدا وهستمر اتفرج عليها, او مش عارف نغير رايي بعد النهارده محمود. اتمنى ما اكونش ضيف تقيل عليك ولا على الاصدقاء, وعايز اقول حاجه مهمه بس, اعملوا لي سبسكرايب عشان اليوتيوب عندي مش قد كده, وفعل زر الجرس وهتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. استديوهات شد الحبل يا جماعه, كان معكم وهب هب جدا, وتحياتي الانرجي 92.1 واستاذ محمد طارق قضى يعني اشهر من نار على الحله, وبحبكم جدا. صباح الفل عليكم, دي كانت نهايه حياتنا, اشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير, هابي ويك اند, استمتعوا في الاجازه, قضوا اجازه سعيده, اي حد عنده مشاكل حاول تفصل, ارجوك يوم عيشه مع اهلك, عيش بالويك اند, استمتع باصحابك بكل الناس اللي حواليك علشان تحكوا لي بعملتوا ايه الاسبوع اللي جاي. باي باي.